بداية سوف نتطرق للحديث عن أحداث الفيلم التي تدور حول قصة امرأة تدعى باربارا التي تميزت بجمالها الكبير وذوقها العالي في الأزياء والمجوهرات وأنها سيدة من سيدات المجتمع الراقي في الستينات من القرن المنصرم. ولهذه الامرأة ابن يدعى أنتوني الذي ما إن يكشف عن ميوله الجنسية كمزدوج أو مثلي حتى تكثر المشاكل في حياتها تصل إلى جريمة القتل المروعة التي تذهب بحياتها على يد ابنها، وهذا ما يتم مشاهدته في الفيلم. هاته مواليد عام 1922 في بوسطن لأبوين هما نيني وفرانك، حيث عانت أمها من الانهيار العصبي ومشاكل في عقلها وسلوكها وحتى عاطفتها، وانتحر أباها في سيارته عام 1932 حيث كانت باربارا طفلة لا تتجاوز 10 من العمر، وانتقلت هي وأمها للعيش في نيويورك. وما إن أصبحت شابة حتى جذبت الأنظار إليها بأناقة مظهرها وجمالها المميز، بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء وكانت من أهم المدعوين في الحفلات المهمة ومثلت عضوا مهما في دوائر المجتمع الراقي. حازت على عرض من هوليوود للظهور في اختبار الشاشة، ومع ذلك لم تتوج هذه الفرصة المهنية بنجاح أو نجومية، ولكن عرفتها على كورنيليا بايكلاند التي كانت تحب التمثيل هي أيضا وتقربت من عائلتها، وأنتج هذا عن زواجها من بروكس بايكلاند الذي كان آنذاك بالقوات الجوية الكندية كطيار متدرب. شكل الثنائي حالة متفردة وأنموذج عصري مثالي للزواج، وأحاط نفسيهما بالأصدقاء الأغنياء وسادة المجتمع آنذاك. بدأت باربارا تعاني من مشاكل على مستوى صحتها العقلية التي لاحظها زوجها عليها كانفعالات الهجومية وعدم استقرارها العاطفي ودخولها في علاقات وعدم الأمان، إضافة إلى إدمان الكحول والمخدرات، وتلقت العلاج على يد الطبيب فوستر كينيدي. حيث أنجبت أنتوني عام 1946 الذي تميز بذكائه وتميزه، وكانت للأسرة أحلاما نبيلة وكبيرة لهذا الطفل الذي سرعان ما إن ظهرت عليه آثار الأمراض النفسية والعقلية كأمه تماما كالفصام، مما أدى بشكل مباشر إلى تفاقم المشاكل في هاته الأسرة بين الزوجين وانسحاب بروكس من أسرته وتورطه في علاقة مع إحدى زميلات ابنه في الدراسة. عاشت باربارا مع ابنها أنتوني حيث كان يبلغ من العمر 20 سنة لوحدهما، لتكتشف أنه متورط بعلاقة غرامية مع جيك كوبر، وهنا فعليا تحطمت باربارا وبدأت تسعى لإصلاح ابنها، فاستأجرت له بائعات هواء وطلبت من صديقاتها مراودته، ولكن لم يجدي الأمر نفعا فحاولت أن تقوم بذلك هي بنفسها مع ابنها لكي يتشافى من مرضه الجنسي لتقع في إجباره على ذلك.
تتصاعد علاقتها بابنها محاولتها للتدخل في حياته وميولاته الجنسية حتى يصل الأمر إلى قتلها على يده، ويدخل أنتوني السجن في مستشفى للأمراض العقلية ليخرج بعد فترة ويعيد الكرة مع جدته التي انتقل للعيش معها بعد إطلاق سراحه، ولكن بقيت على قيد الحياة ونجت من طعنته، وبعد الحكم عليه وجدوه منتحرا في زنزان. الجدير بالذكر أن أنتوني هو حفيد الكيميائي ليو بينكلاند مخترع البلاستيك.